مشاهدينا الكرام، لمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر. أهلا بك معنا أستاذة جيهان. بداية، عند قياس نجاح أي مؤتمر يجب بداية تحليل أدوات معينة ونقاط أساسية لهذا المؤتمر. بداية فيما يتعلق بفلسفة المؤتمر وباختيار المكان والتوقيت وأيضا الموضوع الذي يمثل الموضوع الأهم في العالم برمته الآن وصفة المشاركين فيه، كيف تقيمين هذه العوامل لإنجاح مؤتمر اقتصادي في هذا التوقيت؟ طبعا واختيار المكان هو يعني علامة بتدل على أن مصر باستثماراتها بالبنية التحتية، لأن احنا طبعا لما رحنا العاصمة الإدارية النهاردة لا احنا شفنا حاجات عمرنا في حياتنا ما كنا نتخيل. يمكن دي ثاني زيارة بالنسبة لي، انا كل ما بروح هناك بشوف حاجات جديدة ما كنتش مستوعبة الوضع ولا البنية التحتية ولا المباني ولا الانشاءات الضخمة اللي موجودة هناك. بالنسبة للمؤتمر النهاردة كان في مصارحة ومكشفة من الحكومة وبالأرقام. أنا كخبير اقتصادي بشوف الأرقام وهي أهم حاجة بالنسبة لي، هي دي اللي بقيم عليها أي دولة في الناحية الاقتصادية، في استثماراتنا، في جميع النواحي الاقتصادية. المؤتمر النهارده حقيقي بجد كان كاشف لكل المحاور او الموضوعات المهمه اللي احنا كلنا كنا بنسال عليها. ايضا كمان يعني يمكن لفت نظري السيد رئيس الوزراء وهو بيتكلم على احدى الشائعات اللي اطلقت في الفتره الاخيره في الكوبري الغريب اللي كان معمول. انا كشخص عادي ما بيفهمش في التكنولوجي بالدرجه الكبيره جدا، انا للحظه او لوهله كان ممكن اصدق حاجه زي كده، بس طبعا اكيد انا عقلي رفضها. ودي كانت برضو من الحاجات المهمه ان السيد رئيس الوزراء اتكلم فيها. في كمان يعني الوجود طبعا عدد كبير جدا من الاقتصاديين، والكلمه اللي قالها الخبير محمد العريان دي كانت كلمة مهمة جدا وهي الحديث عن طيب في هذا الصدد بالتحديد أستاذة جيهان، فكرة التشاركية ومشاركة أكثر من طرف وفئة في مؤتمر اقتصادي للبحث عن حلول لأزمات راهنة وإيجاد حلول متطورة مرنة لمعالجتها. هنا أتحدث بوصفك رئيس لحزب مصر أكتوبر، فيما يتعلق بمشاركة الأحزاب في مثل هذه المؤتمرات، ما رؤيتكم؟ ما أسئلتكم الخاصة ضمن فعاليات ومناقشات كثيرة في هذا المؤتمر؟ بس هو طبعا النهارده كان المشاركين معظم يعني كل الأحزاب السياسية سواء كانت أحزاب اليمين أو أحزاب اليسار، ودي كانت لفتة هايلة جدا لأن كل الناس عندها تساؤلات عن إحنا رايحين لفين؟ الاقتصاد المصري رايح فين؟ فكانت كل الإجابات النهارده واضحة وصريحة جدا سواء كان للمعارض أو للأحزاب اللي هي أحزاب الأغلبية الموجودة. فكان الرئيس ورئيس الوزراء الاثنين لما بيتكلموا من منطلق حتى الأسئلة اللي بتتسأل كلها كانت إحنا رايحين فين؟ الجمارك، التحرير سعر الصرف، الاستثمارات الاجنبيه، هي دي كل الاسئله اللي كان الناس بتسال عنها وتمت اجابتها بالارقام. يعني انا دايما بقول ان انت طالما قدامي ارقام يبقى انا الحمد لله في معدل نمو يعني جيد، في نسبه البطاله قلت، في مشاريع ضخمه بتقام في الدوله، في استثمارات واضحه وصريحه، في استثمارات اجنبيه داخله، الاستثمار الاجنبي المباشر وصل ل 9 مليار تقريبا، ودي حاجه لاول مره تحصل في مصر، في البطاله نزلت دي لاول مره تحصل. بس دي كل الاسئله اللي احنا كلنا بنتساءل عنها، لان عايزه اوضحه ان وجود الاحزاب طبعا في مؤتمرات زي دي احنا بنقدر ننقل وجهه النظر لاعضاء الحزب سواء كانوا في محافظات او شباب الحزب، نقدر احنا ننقل او بنقول بنرد على التساؤلات الكثيره اللي بتكون مطروحه في الشارع المصري في الشارع المصري وكلها بتتكلم على الغلاء وعن تحديث الصرف وعن
الدعم وعن نفس الاشياء اللي تطرقوا اليها النهارده السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء. في تقييمك الخاص نسبة نجاح المؤتمر في الرد على تساؤلات كثيرة في الشارع المصري؟ يعني أنا عايز أقولك إن الجلسة الافتتاحية هي يعني أشفت بداخلنا أشياء كثيرة جدا وأوضحت للناس اللي هي يعني حاضرة المؤتمر كل شيء، وما بالك بقى بالجلسات كلها او بال يعني المحاور الاقتصاديه اللي احنا هنتكلم فيها الفتره اللي جايه، فاكيد هتكون المناقشات يعني فيها ردود شافيه للجميع. يعني انا اتمنى الناس كلها تتابع يعني قرب وتشاهد الجلسات. صحيح. يعني زخم معلوماتي اقتصادي وبارقام وبدلائل واضحه. الارقام لا تكذب. صحيح. الأرقام صحيح. موضوع يعني ثري بالتأكيد، مؤتمر نعم موضوع ومؤتمر ثري بأطرافه المشاركة بموضوعاته وبطرحه وبأجندته. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر.